عشان انا اقول لك ما احب الاسلوب ذا، ما احب تدخل بحياتي العاطفيه قاعد من اول تصير علي. اقول لك ما احب، انا ذنبي، انا ذنبي اني ابغى يعني انه اخليك مبسوطه. عادي جميله واحد تطول يا صايرون. يا جن النداء، اليوم جات لكم فيديو جديد، والفيديو راح يكون مقلب فيني نارين لاول مره، راح انتقم منها من مقالبها اللي تسويه فيني. طبعا هي سوت لي اكثر من مقلب انتم شفتوه، فانا قررت انه اجيب لها واحد هو صديقي امريكي، وصار لي فتره اقول لها لمح لها عليه، اقول له انه او موز وكذا وتزوجي وتعرف عليه عشان يصير فيكم ارتباط وكذا، وهي مو طايقه تسمع سيرته. في اليوم انا حبيت اني امقلبها انا وامي وبعض الاشخاص عارفين عن المقلب، فعشان كذا راح نقنعها، نحاول نقنعها انه راح يجي ويتعرف عليها وزي كذا. مال شعري كذا، خلوكم معنا في المقلب وان شاء الله تحبوا المقلب، لانه انا ما اعرف التمثيل فحاول قدر الامكان انه امثل. قبل ما ابدا المقطع لا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعار عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا بقناه نارين وقناه تاسم وقناه العائله، بحط لكم في صندوق الوصف. يلا نبدا. مستفزه مره، راحت لعنده. ياه انت مش بي، انا ام صاحبك قلت له هيبقى يتمشى كده بالراحه بمكان بدون كل لبس. انقهر على امه يا نارين. ها انقهر مره. ها شفت الفيديو؟ قاعد احمله. ها منتجه ايش الفيديو حقنا؟ مش قلت لي هذا؟ لا انا كلمتها بس هي ما رضت تشحنه، ما فتحته، ما عرفت كيف افتحه. نارين الحين لما يجي الامريكي انت اللي راح تستقبليه. طيب اسمه مايكل. كريستيان. كريستيان حافظ اسمه ما شاء الله. كريس ما قلت ليش هي اللي بتستقبله؟ ايش سوى؟ ما ادري. لا انها انا ابغى اضبطهم مع بعض. تضبطيهم مع بعض؟ ايه يعني ايه انا كلمتها. هو كلمش انه تبغى تضبطيهم مع بعض مثلا؟ لا تبغى تضبطنا مع بعض من نفسها كذا، من نفسها تبى تضبطهم من مع بعض من نفسها. رولاندا لا يعرفني حتى. ايوه تقريبا. انت موافقه؟ موافقه على انه ما يعرفها؟ استني قالت انت موافقه؟ ايوه يعني لا شوفي انا بكلم ايش؟ نارين لو الام موافقه يعني الام ادرى بمصلحه بنتها يعني. طيب مصلحه مانا؟ انا من رايي صح ان اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك. ايوه وانا اخطب لاختي. والله وانا كمان اخطب لبنتي، انا موافقه. احنا نشوف هذا الولد كيف ظروفه وكيف اخلاقه ونضبطه النارين. ايش رايك يا مبروك يا نارين؟ نارين ايش رايك؟ والله يا انا بقول لك يا بقول لك النقاط الحلوه تعمل لنا نارين انا بقول لك النقاط الحلوه يعني الشغلات المميزه فيه. ها من جد يعني هو مره يناسبك يعني. انا بقول لك غير ريسبكت مع امه، ويقول له مره يقول له امه يا امي انت بتحبي هذا الرطب. مطيع يعني فيكم مطيع لعمته. ايوه والله لحماته. يا نارين قولي بس تعرفي عليه وكذا. اخلاقه حلو مش اخلاق ولد يعني منحله. لا والله بعدين هو شخصيته مره حلوه. انا احاول قاعده اضبطش يا اخي بس جربي انت نارين بالنهايه الارتباطات حقتك يا نارين مش ديك الناجحه. يا نارين والله يعني تحسي انه يا نارين ابعدي عني لان عن جدك يعني موز لا تدخلي في حياتي العاطفيه ابدا. موز يا بنتي ليش انت قلتي انك تحبي الاجانب وما اعرف ايش؟ انا ما احب الاجانب، انا شخص يكره الاجانب. لك مني قبل فتره تقولي لي انه انا احب انه يكون عندي صداقات مع الاجانب وتعرف صداقات مع جدتك. صداقات مش بوي فريند. طيب ايش فيها لو بوي فريند؟ ما ابغى واحد بوي فريند. بعدين هو لطيف مره وكذا ووسيم وزي كذا. نارين ما اقدر ارد عليك عشان الاي لاينر، لو خرب بل عن جدك. نارين مش شفتي صوره داسم؟ انا اقوم عن جدها؟ لا لو خرب على فكره ضحي
على فكرة انت تقولي انت تبغي انسان ناجح وهو انسان ناجح يعني. الله يخلي له. بعدين نفس عمرك يعني. انا ابغى شوكر دادي. بلا سخافة. من جد انا اتكلم. من جد يا ناري. طيب شوفي تعرفي عليه. يا اخي اتعرف على واحد اتعرف عليه وانا اعرفه. مو انت تجيبي لي. عادي يعني زي السوغيتينج يعني انت اذا ما تعرفي شخص ما انا اعرفك عليه. ما احبه ما احب اسلوب الكوريين. انت تحبتهم. انا ابغى واحد اتعرف عليه نضرب راسنا بالجدار اضربه ويضربني نتعرف كذا. لكن واحد يجيبه واحد يا قاعد تعرف عليه ما احب هذا الاسلوب. ايوه يعني طبيعي نتقابل مش واحد وواحد مخطط. اصلا انت لو عرفتيني عليه وعرفتيني بدون ما تقولي هذا الكلام انا ما ابقى اتعرف عليه. لكن كيف اتعرف عليه وانت حاطه وراس ما براسك انه واحد. طيب نسال امي نسال امي انت ليه نسال امي. طيب انت يا غبيه لو تبغيني ارتبط فيه لو تبغيني ارتبط اصلا فيه ليه تقولين من قبل. لو انت حابه انه انا اتعرف على واحد شوف المنطق اتعرف على واحد انت اشهدي اتعرف على واحد واحد وانا عارفه ان اختي واهلي مخططين اوريدي انه انا ارتبط فيه. 5 minutes later ما اجيبش واحد ترتبط فيه. طيب خلاص والله لا اجيبش قرد ترتبط فيه عشان انا اقول لك ما احب الاسلوب ذا. ما احب تدخل بحياتي العاطفيه قاعد من اول تصير علي اقول لك ما احب. انا ذنبي اني ابغى يعني انه اخليك مبسوطه. عادي جميله واحد ترتبط فيه وشوف ترتبط والله يا جيل لا العن جدك. خلاص شوفي يعني اعفن واحد من اصدقائش القرود خليه ترتبط فيك. لا والله ايش دخلك بحياتي يعني انا بالعكس انا دورت لك واحد اجنبي امريكي عيونه حلوه جاسم بيبر عند امك مو عز كذا. قلت لك لا تدخل بحياتي العاطفيه كل مره اقول لك لا تدخلي. عادي يا انا ما ادخل بحياتك عادي عادي امي موافقه. ايش امي موافقه هي ما تتزوج تصور لك يا امه انا امي موافقه مرتبطه يعني لازم راحت على زوجتي. انا بقول لك صفاته الحلوه اسمعي دهيدي اخطب لابنك ولا تخطب لمين. هذا اللي عند جدك ما دخلني ما دخلني ده. والله ايش ده غباء.
والله انه موز، والله موز. ايش الموز؟ اشوف اشوف جاستن شكله جاستن بيبر والله. ايش تقول عمره 5 سنين؟ ما ادري. لا لا زمان زمان ما رسمت هي عندها صور وهو كبير. هذا عيونه كفايه انه عيونه كذا حلو. فين صوره وهو كبير؟ انا بوريك بعدين. ايوه ها اتعرف على عيونه. عشقه بعيونه. ابوس عيونه يعني ايش؟ والله اسلوب غبي يعني. قلت لك لا تدخل امي. لا تدخل. ليش؟ هي اللي دخلت. مش امي فاهمه. اسمعي اسمعي. لا انا الحين اجبرك على شيء. لا يعني زي انا بالنسبه لي شيء اجباري. انا اخدعك. لا ايوه ايوه اقنعك اجباري. ما ابغى. عد علي. عد علي الثنتين. متزوجه. وانا اقول قاعده تقول لي امي بتجي امي بتجي تصور. انا قلت سايبه بيتها كله جاي تصور عندنا. امي بتجي تصور امي بتجي تصور. صوروا راسك. ايش رايك والله افتح سيره الامريكي ذا بحرقك بقاز. على علي فكره قعدت المح لك من هذا على اساس من شهرين والله من يوم ما ارتبط على فكره ما كنت بسويه الا مقلب. ناويه فيك مقلب زي ما كل مره تمقلبي بنا واكلت المقلب. انت عارفه امس كنا نقول قاعدين هذا اللي كنت اهدده من وانت هذا اللي كانت امس تهددني. عيني عيني تهددها عيني وامامي انها بقول لنارين بقول لنارين وانا اقول ما لا ضلع. قاعده اقول بعدين قالت لي يا جين عن موضوع الجزمه. قلت اكيد انه خلاص يا جين الغبيه فضحت نفسها بنفسها على موضوع الجزمه اللي كانت لي. فانا ببالي بريئه انا لسه بريئه قاعده انظر من هذا النحشي. اي القدشي الجزمه القدشي اللي اشتريتها. فانا قاعده اقول يا جن الغبيه حرقتها وانا رحت اخترت الجزمه. طيب ايش رايك بالامريكي؟ والله لا تقولي سيره بس لا لا, لا مو بس مريم صوره جايبه لها صور عمره 9 سنين. عمره 9 سنين يا جن حطيها لهم بال بال عمره 9 سنين بالمونتاج. بالمونتاج حطيها. الله يا جن لو اشوفك تتكلم عن الامريكي مره ثانيه ليلتعن جدك. هو موز وحلو وطيب. مين مين اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك؟ اكلت المقلب جدتي ولا اخطب لابنك؟ اكلت المقلب كويس. تبعديني جاي تقولي لي فيديو منتجتي ما ادري ايش. انا قلت امي ما لها تسني. انا خايفه امي تعصب علي اني لسه ما خلصت وانا خايفه. وفجاه جاي تقول لي قصه الامريكي واستفزتني امي. مبروك مبروك. ايش مبروك مبروك؟ بالنهاية وصلنا لنهاية المقلب وإن شاء الله تكونوا حبيتوا. وشوفوا نارين اللي سويتها للمقلب. صار لي كم مقلب أبو كلب يا أخي والله. شهرين أنا عرفت عليه وهي الأمريكي الأمريكي. أقول له يا أخي مالي دخل بأمه. الله يخلي الأهل وهي الأمريكي أكل الأمريكي شرب الأمريكي دخل الحمام. بعدين رسلت لك صوره ولا رسلت لي بالإنستا ولا أنا اوكي انا اخذتها مزاح كل سخافاتها اخذتها مزاح. تاخذها بجديه وتروح تقول لامي لا هناك غباء هناك يعني ارغام غصبا عني تدخلي في الموضوع. ترى الميك اب حلو انا عارف بس كذا لحد الحين انا مستفزه منك. بعدي عيدك المعفنه عني. يلا عيدي خلي الامريكي يحبونك. لا على فكره هو مو بسني بسنه انا اشوفه مره مناسب. انا ما احب اولا قولوا لي اذا يناسب امريكا او لا. بعمري ما احب ارتبط بشخص بعمري اولا. ثانيا المستفزه في ناس يسالوني ان شعري طول مره. قبل ما الفيديو اذا حبيتوا هذا المقلب تقولوا لي. واذا حابين نعمل فيها مقالب كثيره اكتبوا لي. لو تحبون نعمل فيها مقلب والله اعملها مقلب يا تاكله وتروح تبكي بعد خلاص. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الإشعار عشان يوصلكم كل جديد. تشتركوا بقناة نارين قناة تاسم قناة العائلة. بحط لكم في صندوق الوصف. يلا نقلب.